نحن نتحدث ونحن اليوم هناك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وده يوم أطلقته الأمم المتحدة للتضامن والاحتفال مع القضية أو مع يعني محبي القضية الفلسطينية إنجاز التعبير، وهي ذات المنظمة الأممية اللي أقرت حل اللي قسمت الدولتين واللي أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر إنها تستوطن هذه الأرض التاريخية. يعني تقول إيه للأمم المتحدة في مثل هذا اليوم يا سيادة السفير؟ يعني شوف، هو زي ما تفضلت وقلت، النهاردة 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وده حدد هذا التاريخ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1977. الاحتفال مراسمي لتذكير العالم بمعاناة شعب فلسطين. النهاردة بيعقد اجتماع في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في مبنى قصر الأمم، بيتم افتتاح المؤتمر بكلمة من المديرة العامة للمقر الأوروبي السيدة تاتيانا بالوفيا، بتتلو من خلال بيانها كلمة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ثم هناك كلمات للجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وكلمة لمندوب من الجامعة العربية، وكلمة للاتحاد الأفريقي، وكلمة لحركة عدم الانهياز، وكلمة للمؤتمر الإسلامي. ودي يعني أنا بعتبرها صرخة من العالم المتحضر ضد البربرية والهمجية والجرائم اللي ترتكبها إسرائيل في غزة. الاجتماع بتاع اليوم بيعقد لظروف خاصة جدا في وقت بتسيل فيه الدماء في غزة، وبنريد أن ننبه العالم المتحضر إلى المآسي والجرائم التي بتقع على الشعب الفلسطيني. سعادة السفير، خليني يعني أستغل وجود حضرتك معانا النهاردة في صباح الخير يا مصر. وحضرتك بالفعل شغلت منصب مساعد وزير الخارجية الأسبق. خلينا نعرف السادة المشاهدين يا فندم، إزاي مصر يعني روجت وتروج للقضية الفلسطينية، ولو هنتكلم على أيضا قضية رفض التهجير، وبدأ أيضا ثقة العالم في الرؤية المصرية ودور مصر وكلمة مصر اللي دايما بتطلقها في جميع المحافل تجاه القضية الفلسطينية؟ يعني شوفي، زي ما قلت لحضرتك أن مصر القضية الفلسطينية هي قضية محورية في سياسة مصر الخارجية، من منطلق أولا مسؤولية مصر كالدولة الكبرى في المنظومة العربية واللي فيها مقر جامعة الدول العربية، والدولة اللي حاربت أكثر من مرة من أجل فلسطين، والدولة اللي راعت منذ البداية منظمة التحرير الفلسطينية وتبنت القضية في المحافل الدولية في الأمم المتحدة وفي المؤتمر الإسلامي وفي حركة عدم الانحياز، وقامت بجهد كبير من أجل تعبئة المجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية. وده تاريخ يعني مستمر من عمر القضية الفلسطينية. وزي ما قلت لحضرتك ان مصر بتعارض تماما سياسة التهجير، لان سياسة التهجير هي سياسة لتصفية القضية الفلسطينية، لان الارض بلا شعب
تفرغ القضية من مضمونها. المضمون القضية جوهره الشعب الذي متمسك بأرضه والذي لا يريد أن يغادر أرضه، مستعد أن يتحمل كل الجرائم وكل التنكيل وكل الإرهاب من أجل الثبات ومد جذوره على أرضه.